أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم بكل المحبة والخير. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير. إطلالة جديدة من فيسبوك دوت راديو، الحلقة الأولى خلال الشهر الفضيل. تتابعوني أنا حنان أبو دغيم من أعداد وتقديم فيسبوك دوت راديو عبر إذاعة الإيمان من غزة، عبر الموجة 96.2 FM ومن خلال البث الإلكتروني على imanradio.com. فيسبوك دوت راديو، خلينا نحكي بحلة رمضانية أكيد في أول أيام الشهر الفضيل. التهاني والتبريكات في الشهر الفضيل، المواعد الحسنة والكلام الجميل والدال على الخير كفاعله أكيد من خلال الحديث عن الحملات الرمضانية وحملات الأحسان الخيرية. توصلون صوت المحتاجين وأيضا توصلون من يستطيع أن يقدم ويمد يد العون والمساعدة لمن هم بحاجة لهذه المساعدة. واليوسف كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عندما يأتي رمضان: مرحبا بمطهرنا من الذنوب، فكل عام وأنتم بألف خير. محمد النواجح يكتب: لأول مرة أشاهد كم من التهاني عبر صفحات الفيسبوك، فعلا لرمضان هذا العام طعم جميل رغم كل الأوضاع التي نعيشها بقطاع غزة. اللهم بحبب الناس ببعضهم البعض، واجمع أسرانا بنا عن قريب، واشف جرحانا ومرضانا، وأعد كل مغترب لأهله بسلامة، وحرر أقصانا، واجمع بين فصائلنا على الخير والوحدة، وطمن قلوبنا بسلام من عندك، وارزق جميع خلقك. ومن صفحة داليا السكني: نسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير، وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم في زيادة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعبد الله مقادم يكتب: جاء شاب إلى حكيم فقال له: إن في نفسي ذئبان يتصارعان، أحدهما يدعوني للخير والآخر للشر. فقال الحكيم: سينتصر الذي تطعمه. طبعا كل الكتابات الجميلة عبر فيسبوك، وبالآخر بيطلع لنا حد بيحكي لنا الفيسبوك قلب رمضان، والفيسبوك قلب دين، والفيسبوك اتمشيخ. يعني إذا طول السنة إحنا بنكتب في كل الموضوعات والقضايا، مستكثرين على الناس برمضان تتذكر إنه تكتب عن الخير وتكتب عن العبادة وتكتب عن الصلاة وعن الصيام. يعني القصة مش إنه أوفر أو إنه الناس بزيادة في الكتابة عن الدين، لا، ولكن هو شهر كله روحانيات. فشو الأفضل بالنسبة لكم؟ نضل نحكي في كل الأوضاع اللي محكي فيها واللي تعبنا وإحنا نحكي فيها، ولا خلونا نذكر بعض بصلة الرحم، ونذكر بعض بعمل الخير، ونذكر بعض بالصدقات في الشهر الفضيل، ونذكر بعض بكتير من الأشياء اللي طول السنة الحياة مخدانة عن إنه إحنا نحكي فيها. بنحكي في همومنا اليومية، وبنحكي في أوضاعنا الاقتصادية، وبنحكي في كل مشاكلنا وأزماتنا في البلد، وما بنحكي في الدين. خلونا بشهر رمضان بهالجو الروحاني يكون حكينا بالدين، وما تستكثروا على الناس إنه يكون في عندها هالأجواء الإيمانية والروحانية. ولا أنتوا شايفين إنه نضل نحكي في الهم وفي المشاكل وحتى في الشهر الفضيل ما نتذكر هالأجواء الحلوة ونكتب عنها؟ أكيد مش معقول. وخالد الزهار يكتب: اللهم في يومك هذا افتح أبواب الرزق لنا، فرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وقوي ضعيفنا، إنك على كل شيء قدير.
عبارات وكلمات جميلة على صفحاتكم. نسمة الحلبة تكتب: متى تعرف أنك تائه؟ عندما تقف في بلادك وعيناك ترنو إلى بلاد أخرى، عندما تقف في بلاد لم تنشأ فيها وعيناك ترنو إلى بلادك. تقول نسمة أمين معلوف: وطلعنا حسب حكي نسمة، وطلعنا واقفين معك على وهم كبير يا خسارة. حتى عن أمين معلوف يسر الغول بيقول: أمين معلوف خسرت نفسك قبل أن نخسرك. أمين معلوف يعني على ما يبدو إنه في حكي حوله مش جميل، نبحث في الموضوع. وأمين معلوف طبعا هناك عنوان يقول: صحفي لبناني يطالب أمين معلوف بالاعتذار بسبب إسرائيل. أقرأ لكم في تفاصيل الخبر لنعرف لماذا يكتب الفيسبوكيون حول أمين معلوف ويقولون بأنه خسر نفسه قبل أن يخسر الجمهور. طبعا في تفاصيل الخبر يبدو أنه الكاتب والروائي أمين معلوف قبل الاستضافة في محطة I-24 الإسرائيلية، حيث قبل الظهور في برنامج ثقافي. الصحفي اللبناني بيار أبي صعب انتقد أمين معلوف ووصفه في مقالة بصحيفة الأخبار اللبنانية. وصف الفقرة الثقافية التي استضافت معلوف بأنها بائسة، وقال: تعتمد على تقنية الحفر المنهجي لتقديم التطبيع الثقافي مع الاحتلال بصفته تفاعلا بين طرفين متساويين. واستنكر أبي صعب الصحفي اللبناني ما فعله أمين معلوف متسائلا: كيف يقبل أن يكون ضيف محطة I-24 التي يديرها فرانك ملول وتدافع عن سياسات الليكود الدموية؟ بيار أبو سعد كتب مقالته الغاضبة تحت عنوان: أمين معلوف ليون الإسرائيلي، متعمدا السخرية من الأديب اللبناني صاحب رواية ليون الإفريقي المنشورة في عام 86. طبعا مستمعينا، أمين معلوف هو أديب وصحفي لبناني يحظى بجماهيرية واسعة جدا إلى حد ما قبل هذه المقابلة. ولد في بيروت في العام 49 وامتهن الصحافة، وكانت بداياته في الملحق الاقتصادي لجريدة النهار البيروتية. عاش في فرنسا ونال مجموعة من الجوائز الجميلة جدا والعالمية، وترجمت طبعا أعماله إلى عدة لغات. ولكن طبعا ظهوره في محطة تابعة للاحتلال، محطة إسرائيلية، أكيد كان سبب في خسارته الكثير من جماهيره. بالعودة لصفحاتكم على الفيسبوك، واليوم نتائج المراحل الابتدائية والإعدادية لطلاب المدارس، مدارس الوكالة وأكيد الفيسبوك. حدث ولا حرج اليوم، كله ما شاء الله شهادات المتفوقين والعلامات الجميلة. مبروك لكل المتفوقين من إذاعة الإيمان ومن فيسبوك دوت راديو. أكيد الفرحة بالنجاح شيء لا يوصف. أيضا إلى صفحة جديدة من صفحاتكم، زياد النيرب يقول: دكتور صبري صيدم معالي وزير التربية والتعليم العالي الأخ والصديق العزيز حفظه الله ورعاه، تحية طيبة. وبعد: نحن أولياء أمور طلبة الثانوية العامة نطالب بمحكمة تربوية لمن وضع أسئلة اللغة العربية لهذا العام. ما المطلوب يا معالي الوزير من أبنائنا؟ لماذا هذه الفلسفة في وضع الأسئلة؟ في الورقة الثانية على سبيل المثال لا الحصر، سؤال مثل ما يأتي:
فاعل اسم مشتق. يا حضرة الأستاذ، ماذا لو طلبت فاعل لاسم الفاعل؟ أليس هذا نفس المطلوب الذي طلبته ولكن بشكل لا لبس فيه؟ يا عزيزي، طبيعة المحتوى المراد قياسه هي التي تحدد شكل الأسئلة. أولادنا أمانة في أعناقكم يا أهل اللغة، حرام عليكم تحطيم الأحلام والطموح والأمال. طبعاً يمكن انتقاد أستاذ زياد نيرب ومطالبته بمحاكمة تربوية أو بمحكمة تربوية لوضعي أسئلة اللغة العربية. إحنا إجانا اتصال من دكتور طالبته في ثانوية عامة، دكتور جواد الشيخ ديب، دكتور العظام المعروف، وطالب أنه نتواصل فعلا مع وزير التربية والتعليم، وهو حتى حاول أنه يتواصل مع ناس من التربية والتعليم في غزة، وطالب يعني يمكن زياد النيرب يطالب محكمة تربوية، لكن دكتور جواد طالب بأنه يكون في لجنة رأفة بالطلبة في امتحان مثل امتحان الفيزياء أو اللغة الإنجليزية. يقال بأنه الأسئلة صعبة جدا، أسئلة تعجيزية، حتى أنا لفت انتباهي أحد طلاب الثانوية العامة كان كاتب على صفحته على الفيسبوك أنه هذا مش امتحان ثانوية عامة، هذا امتحان للشيطان إذا بيدخل الجنة ولا لا. سعيد السبع يقول: في موقف تعطل مكيف في المسجد فقال الإمام تذكروا حر جهنم، رد عليه رجل عجوز وقال له صلحوا وذكرنا بنعيم الجنة جزاك الله الخير. صفحة وفاء حلس: في إطار الاهتمام بالسجينات وتحسين ظروفهن بما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، قام مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بتجهيز مطبخ وصالة طعام لمركز إصلاح وتأهيل النساء بغزة بكافة مستلزماتهم، حيث قام مركز الأبحاث ممثلا بمديرته زينب الغنيمي بتسليم كافة المعدات والأدوات اللازمة لإدارة المركز، مركز إصلاح وتأهيل النساء ممثلا بالرائد أمل نوفل، ضمن مشروع تحسين خدمات الحماية الشاملة للنساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع في قطاع غزة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل من الحكومة اليابانية. من صفحة إسراء البحيصي: استقبلت رمضان معهم، خجلت أمام دموعهم، انحنيت أمام صمودهم، لو غبت عن ابنك لساعات أو لأيام تقتلك اللهفة. تذكروا في هذا الشهر الفضيل أن هنالك من يحرم من أبنائهم عقود من الزمان وليس لهم إلا ذكريات الماضي وأمل المستقبل، أما حاضرهم فهو أقسى من أن تصفه كلمات، فشاركوهم على الأقل بالدعاء. أكيد الحديث من إسراء البحيصي خلال تصويرها تقرير أو حلقة مع أهالي الأسرى في سجون الاحتلال، تذكروهم فعلا على الأقل بدعاء أن يجمع الله شملهم في هذا الشهر الفضيل. أكيد متواصلين معكم في فيسبوك دوت راديو عبر إذاعة الإيمان من غزة على الموجة 96.2 FM، وأنتم مدعوون دائما للانضمام للمجموعة الخاصة ببرنامجنا، برنامج فيسبوك دوت راديو /حنان أبو دغيم. يا سيدا بين الشهود باليوم هل هلاله، رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله. يا سيدا بين الشهور باليوم هل هلاله، رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله. بالخير تأتي كل عام،
تزيد في الكون الضياء، بالخير تأتي كل عام، فتزيد في الكون الضياء، تصفو بلقياك الأنام، ويعم في الناس الإخاء. يا مرحبا شهر الصيام، شهرا يجاب به الدعاء، يا نعمة عظيمة ورحمة من السماء. يا مرحبا مرحبا الصيام، شهرا يجاب به الدعاء، يا نعمة عظيمة ورحمة من السماء. يا سيدا بين الشهور باليمن هل هلاله، رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله. رمضان يا شهر القيام، بالخير هل هلالك، والقدر ليلة السلام، هي ليلة مباركة، الذكر فيها قد نزل، والروح والملائكة، وتفتحت فيك الجنان، يسعد بها من صامك. تحت فيك الجنان، يسعى بها من صامك. يا سيدا بين الشهور باليمن هل هلاله، رمضان سماك الغفور سبحانه جل جلاله. سبحانه جل جلاله. كل أيامكم مباركة في شهر رمضان الفضيل، شهر الخير واليمن والبركات، شهر العزايم وشهر الأجواء الرمضانية الجميلة. ولكن للأسف رمضان في غزة دائما غير. كنا بنتمنى أنه يعني يخلوا للناس هالمجال من الفرحة بشهر رمضان، على الأقل في الموائد الرمضانية اللي بيعملوها وفي العزايم اللي بيعملوها، رغم من أنه بتكون العيلة وضعها الاقتصادي سيء جدا، لكن الأب بيصر أنه يجمع أولاده المتزوجين ويعزمهم على مائدة هالرمضان. لكن اليوم بنحكي في سعر كيلو اللحمة 60 شيكل أو 55 شيكل، وبنحكي في سعر كيلو الدجاج 16 شيكل. شو الناس تأكل وعلى شو الناس تعزم بعض؟ من الآخر يعني هم مش قادرين أصلا يعملوا الوجبة الخاصة فيهم. كيف يعني كيف هذا الحكي عمره في حياتنا ما صار؟ لا الناس قادرة تشتري لحمة، طبعا أنا بحكي عن الناس اللي دخلها متوسط، أنا ما بحكي عن الناس اللي هي في الوضع الطبيعي، ظروفها على ربنا، ربنا يفرجها على الجميع. هم من غير رمضان أصلا وضعهم صعب، لكن الناس في الناس يعني صاحبة الدخل المتوسط لا هي قادرة تشتري لحمة بستين شيكل، ولا قادرة تشتري سمك الكيلو أقل شيء بده 45 شيكل، ولا قادرة تشتري كيلو لأنه عشان تجيب جشتين ولا ثلاثة بدها 100 شيكل. طيب كيف هيك إحنا الدنيا بدها تصير في رمضان؟ أكيد في حملات طبعا مقاطعة
لها القصة اللي مش مفهوم شو سببها. وفاء جمال قالت أنا نفسي بالمندي من هان ليوم الجمعة لازم ينزل سعر الدجاج. طبعا في هاشتاج أنا مقاطع الاستغلال، كيلو الدجاج 16 شيكل. 16 شيكل يعني عيلة من شخصين، زوج زوجته، عشان يجيبوا دجاجة واحدة بدهم 30 شيكل كل يوم. طيب لا دجاج بدهم يشتريه، ولا لحمة قادرين يشتريه، ولا سمك قادرين يشتريه. شهر رمضان شهر الخير والبركة يا جماعة، في حكومتنا من شان الله انتبهوا للناس شوي. حماية المستهلك وين؟ إذا في عنا شوية تجار جشعين طماعين عارفين يلعبوها صح في هالشهر، لازم يكون في عنا حكومة، في دوائر، في وزارة الاقتصاد اسمها حماية المستهلك. طول السنة قاعدين بدورونا على المطاعم اللي بتفرزن اللحمة أو بتستخدم اللحمة المجمدة، ونسيين هم الناس بشهر زي شهر رمضان. يعني أكيد هذا الحكي ما بيصير. اليوم إحنا ثالث يوم بشهر رمضان، المفروض يصير في تحرك والناس تفهم شو سبب هاي المشكلة. كل رمضان بيجي علينا ووضع مزارع الدجاج منيح، شو المشكلة؟ وين الخلل؟ في خلل في الإدارة، في خلل في إنه سين وعين وصاد من التجار الكبار، هم اللي قاعدين بيتحكموا بالسوق لحساب مين هدول بيشتغلوا؟ طالما في وزارة اقتصاد وفي حماية مستهلك، يبقى لازم تفهموا المستهلك السوق لوين رايحة. أيضا على صفحة منى خضر هاشتاج أنا مقاطع الاستغلال، قاطع الدجاج يا شباب ويا صبايا، قاطع لأن المواطن هو المتضرر، قاطع شراء الدواجن حتى تنخفض الأسعار. وعلى فكرة يا منى الناس مقاطعة مش لأنه بدها تقاطع، لأنه مش قادرة تشتري أصلا. نور سويركي كمان كتبت هاشتاج دجاج 16، هاشتاج أنا مقاطع الاستغلال وطبخة اليوم كفتة. بسان شحادة أيضا على هاشتاج أنا مقاطع الاستغلال، ارحموا الناس من استغلال، خلي الله يرحمكم. عبدالله مقداد بيكتب بالمناسبة قادرين نشتري هو هيك، بس حرام علينا جميعا لو قبلنا، قاطعوا الدجاج يا شباب ويا صبايا. على نفس الهاشتاج أحمد رحمي كتب ذبح الميت حرام يا تجار غزة، أسعار البضائع نار ليش؟ المركز الصحفي الدولي كتب في بداية إطلاق الهاشتاج أطلق شبان من قطاع غزة المحاصرة منذ 10 أعوام مساء الثلاثاء 7 يونيو حملة شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان أنا مقاطع الاستغلال وهاشتاج دجاج 16. هذه الحملة تأتي رفضاً لاحتكار التجار بقطاع غزة للسلع الأساسية، اللحوم البيضاء، الخضروات بأشكالها وأنواعها المختلفة، حيث ارتفع سعر السلعة الضعف. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد عقدت يوم الاثنين مؤتمر بآلية العمل في شهر رمضان، ودعت التجار إلى التعامل بالآلية المتفق عليها دون احتكار. ويلجأ المواطن لشراء مستلزماته اليومية من شراب وطعام في شهر رمضان بضعف الأشهر الأخرى، وارتفاع الأسعار يؤدي لعجزه عن الشراء وحرمان العائلة من تناول الإفطار كما السابق. حمزة منصور كتب تحت هاشتاج نداء 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 إطلاق حملة مقاطعة شراء أي سلعة أو منتج أو شيء أو أي شيء تخطى السعر الطبيعي والمعقول بسبب الضرائب أو احتكار التجار، علموهم الأدب وخلي بضاعتهم، سرعة التعبير هيك حمزة بيقول، خلي بضاعتهم تعفن في وجوههم. على الجميع التغريد على الهاشتاج هاشتاج أنا مقاطع الاستغلال وهاشتاج دجاج 16. شيماء مقداد بتقول ما احنا حنقاطع غصب عنا مش كيفنا، يعني عمره ما حدا أكل. كمان أنا من فيسبوك دوت راديو بدعو الجميع من اللي بيسمعونا إنه قاطعوا
مشوها شو مكان، بس إذا أنت بتقدر اليوم عشان أنت مقتدر تشتري اليوم، بكرة مش رح تقدر، بعده مش رح تقدر، 30 يوم بشهر رمضان في ناس غيرك مش حتقدر يكون في قطعة دجاج واحدة على سفرتها، لأنه ما عندها تجيب، ما عندها مش تجيب طول الشهر، ما عندها تجيب لمرة واحدة بس لأولادها. خلونا نقاطع عشان عن جد الدجاج يضل موجود عندهم، خلي التجار تنبسط ويقلب الموضوع عليهم بخسارة، ووقتها راح يتعلموا كيف يخافوا الله في هالشعب. فيصل الخالدي كتب: إلى متى يا ولاة أمورنا؟ خلق الله سبحانه وتعالى البشر لعبادته وتوحيده، ولم يخلقه من أجل أن يكونوا جسرا يعبر عليه من يريد أن يحقق مآرب شخصية وحزبية، وذلك بالتضييق على مواطنيهم من أجل يكونوا عامل ضغط على الطرف الآخر، مثلا إغلاق المعبر أليس هو من التضييق على الشعب؟ فرض الضرائب وارتفاع الأسعار والبطالة أليس هو من التضييق على الشعب؟ أزمة الكهرباء، ارتفاع الأسعار، كفى يا من يهمكم أمر الشعب، وأظن أنه لا يهمكم، انزعوا هذه العصبية الحزبية وانتبهوا لأمر شعبكم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وسندعو في كل صلاة على من يستطيع أن يحسن وضع الشعب ولا يفعل من أجل مصلحة شخصية أو حزبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناصر المستضعفين. متواصلين معكم في فيسبوك دوت راديو، موضوعات عديدة على صفحاتكم. شيرين خليفة كتبت: الرئيس يصدر قرارا بعودة أكرم رجوب محافظا لنابلس، يا مثبت العقل والدين ثبت علينا العقل بس لنهاية الشهر عشان ما نضيع صيامنا بسبب الناس اللي بتحكمنا، ورمضان كريم. إذن بوست حول إعادة اللواء أكرم رجوب محافظا لنابلس، وبالمناسبة اللواء أكرم رجوب طبعا محافظ نابلس كان قد أقيل، أو كما قال أنه موقوف عن العمل ولم يعرف لماذا، وكان وقتها يقول: اسألوا أصحاب القرار، أنا شخصيا لم أكن في يوم من الأيام إلا ممثلا أمينا في قيادتي، ولم أخرج عن أي موقف وطني أو سياسي، وبالتالي من قرر بذلك هو يعلم بذلك، القرار الذي أبلغ به سألتزم به والقرار وصلني. وطبعا كان المحافظ كتب على صفحته على فيسبوك أنه قرر مغادرة نابلس بعد تعليمات السيد الرئيس بإيقافه عن العمل بدون أي مقدمات. يكتب دكتور ذو الفقار سويرجو: أمس اليوم روحت من الزوايد قبل الإفطار بسبع دقائق، وعندما وصلت أول حاجز غضبت قليلا لأنه لا داعي للحواجز في رمضان، ولكني تفاجأت بزجاجة ماء مثلج وبكيت حلويات صغير وبكيت كلينكس صغير، وبيقولوا لي رمضان كريم، فتحول غضبي لإعجاب وراحة نفسية، والمهم أنني لا أمتلك دليل لإقناع الجهات المختصة في الدار بصحة الرواية، فأغيثوني. المفروض يا دكتور أخذت سيلفي مع الحاجز، مع شرطة الحاجز، وهم بيعطوك الأشياء هاي، وأكيد تصرف جميل جدا وحلو جدا أنه يكون في عنا هاي الثقافة من الأخلاق الدينية والإسلامية قبل كل شيء، والذوق في التعامل مع الناس، أنه توقفهم على الحاجز بوقت المغرب بوقت الأذان عشان تعطيهم زازة مي، أكيد تصرف جميل ويحسب لأجهزة الأمن أو لشرطة المرور. أيضا من صفحاتكم على الفيسبوك: دائما في رمضان حملات الخير،
في حملة اسمها فائض ما لديكم. فائض ما لديكم يعني الأكل اللي بيزيد عن سفرتكم، وإحنا ما شاء الله علينا شاطرين كتير في العزايم وحتى في غير العزايم، على قد العيلة اللي 4 أو 5 أشخاص بتلاقيهم عاملين سفرة كاملة. من وإحنا صغار بنسمع الكلمة اللي بتقول العين الصايم فارغة، مع احترامي طبعا يعني لكل موروثاتنا الثقافية والاجتماعية، وأنه ناس بتقول لك لا حرام نقول عن الصايم عينه فارغة، بس في الحقيقة أنه الصايم بتكون نفسه رايحة على كل شيء، هيك معنى المثل. فعشان هيك بتلاقي هذا بيطلب وهذا بيطلب وهذا بيطلب، فبتروح ست البيت الغلبانة عاملة صنفين 3 4 ومالية السفرة، وبالآخر بيشرب كوباية المي والعصير والتمرة وبيدوق من الشوربة شوية ومن الطبق الرئيسي معلقتين وبيكتفي والحمد لله. طب الأكل اللي ضل وين يروح؟ والعادة إنه في تاني يوم رمضان أو يعني كل يوم رمضان لازم يكون في طبق جديد، فبيروحوا بيعملوا طبق جديد مع شوية من اللي ضل من مبارح. طبعا كالعادة مش راح يتاكل اللي ضل مبارح، بينداء من الجديد، وآخر النهار بيروحوا كبين الصنفين. أكيد هذا الشيء حرام وما بيرضي ربنا. شهر رمضان شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر الصدقات وإلى آخره، مش شهر الموائد والمأكولات. عشان هيك اللي بيفيض عندكم يلا نكتب مع بعض هالرقم. اتصلوا على رقم 0599-787-933. اكتب كمان مرة 0599-787-933. مجموعة شباب حلوين عاملين فكرة فائض ما لديكم، يعني الناس ما بدها تغلبك وتقول لك اعمل لنا صنف، ولو انه صح انه احنا نعمل اصناف ونغلفها وما حدا يكون لمسها ولا حاطط ايده فيها ونوزعها على الناس كنوع من الصدقه بهالشهر الفضيل، لكن الناس بيقولوا لك اذا بيزيد عندك اكل بسفرتك ما تروح تكبه وما تخبيه لتاني يوم، وتاني يوم يضل بالثلاجه، وتالت يوم تروح تكبه لانه اكيد رح يخرب مع قطعه الكهرباء. لا، اللي بيزيد عندك رجاء غلفه باكياس واتصل على هالرقم، رح يجوا يستلموه من عندك ويوصلوا لناس محتاجة ربعه، والله العظيم ناس محتاجة ربع السفرة اللي انت تاني يوم بترمي نصها. اتصلوا على رقم 0599-787-933 وتبرعوا بالفائض مما لديكم لهالمجموعة الشبابية اللي راح يوزعوه على الناس الميسورة. أكيد رح يوزعوه على الناس المستورة من الناس الميسورة، ودائما فعل الخير ما بيضيع كله عند ربنا. من صفحة دكتور صبري صيدم، معالي وزير التربية والتعليم يقول: تشرفت ومعالي وزير الصحة دكتور إسماعيل مسلم وأسرة وزارة التربية والتعليم العالي بزيارة الطالبة أسماء عقل من مخيم البريج، والتي دار الجدل حول أقدامها على الانتحار، وهو ما تم تفنيده بالكامل إثر سقوطها في المدرسة خلال امتحان التوجيهي. الطالبة تتعافى بعد عملية ناجحة في الظهر، وعليه قررت الوزارة ونزولا عند طلبها وإصرارها أن يتم تخصيص لجنة مكلفة فورا بالإشراف على استكمالها لامتحان التوجيهي. إنه شعب لا يعرف المستحيل. من صفحة إيهاب الجريري: شادي مش رح يفطر مع عائلته اليوم، ويمكن مش رح يشرب عصير تمر هندي ولا عصير لوز. شادي كان يمكن يكون هلأ بالشارع بيشتري لأمه قطايف أو بيحضر برنامج مسابقات على التلفزيون، يمكن كان نايم هلأ لحد ما يبلش أذان المغرب، أو يمكن كان رح يكون بيلعب أي لعبة على أي جهاز. شادي كان بحب عصير التمر هندي، كمان كان بيحضره مع عمه مع عصير اللوز. شادي بحب القطايف على جبنة. شادي كان يروح عند عمه يساعده برمضان بمطعم بالرام، وبيسهر معه يصلي التراويح والفجر بالمسجد، وياخد لأمه عصير التمر اللي بيكون عامله بإيده، وعصير اللوز ممنوع حدا يقرب منه، هذا بس لشادي. كل عام وشادي بخير. شادي فراح 12 سنة معتقل في سجون الاحتلال. لكل أسير وأسرة شهيد أو أسير شعبنا يمكن بينشغل بحياته اليومية بس مش ممكن ينسى.
أكيد كل التحية لأسرانا في سجون الاحتلال، أسرانا اللي محرومين من يعني أبسط الأمور اللي إحنا منشوفها عادية جدا، لكن هي بالنسبة لهم أمل 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 كتير كبير نفسهم يوصلوا له، أمل إنهم يطلعوا يشربوا عصير التمر هندي مع عائلتهم بشهر رمضان، يقعدوا على سفرة واحدة يتناولوا طبق شوربة دافي. أسرانا اللي نفسهم يكونوا موجودين قاعدين بيشربوا كوباية مي بالحرية، يطلعوا يزوروا بعض، يتواصلوا مع أرحامهم. أسرانا في سجون الاحتلال دفعت الفاتورة كتير عالية، كتير 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 عالية، يعني الله يصبرهم ويمنحهم الصمود والقدرة على إنهم يواجهوا الاحتلال داخل سجون، والقدرة لأهلهم على إنهم يتحملوا ويصبروا على فراقهم، وإن شاء الله يجمعكم فيهم عن قريب. بنحيي الأسرى وبنحيي كل الأبطال، شهيد الأقصى لعيونك لعيونك الروح تهون، اسمك محفور بقلبي يا ابن الزيتون، يا شهيد الأقصى لعيونك لعيونك الروح تهون، يا فلسطيني يا نشمي على ايدك تحيا البسمي، يا فلسطيني يا نشمي على ايدك تحيا البسمي، وعلى ايدك النصر يكون النصر يكون النصر يكون. بنحيي الأسرى وبنحيي كل الأبطال، هي هي هي، خلوا الزغروتات تدوي وتغرد عجبال النار، هي هي هي، بنحيي الأسرى وبنحيي كل الأبطال، هي هي هي، خلوا الزغروتات تدوي وتغرد عجبال النار، هي هي هي. مهما الطول يا ليلي لابد نهار، مشتاق الغايب للزعتر مشتاق الأشجار التين، بكدومك تحلى الأفراح برجوعك نورت الدار، بكدومك تحلى الأفراح برجوعك نورت الدار، يا غالي بكدومك عيد بكدومك عيد بكدومك عيد. بنحيي الأسرى وبنحيي كل الأبطال، هي هي هي، خلوا الزغروتات تدوي وتغرد عجبال النار، هي هي هي، بنحيي الأسرى وبنحيي كل الأبطال، هي هي هي، خلوا الزغروتات تدوي وتغرد عجبال النار، هي هي هي. مهما الطول يا ليلي لابد نهار، مهما الطول يا ليلي لابد نهار، أكيد مهما يطول الليل لابد أن يكون الفجر قريب إن شاء الله رب العالمين على أسرانا في سجون الاحتلال، والفجر قريب كمان علينا إحنا في السجن الكبير في غزة المحاصرة. أكيد كمان الناس يعني بدأت تشعر قديش هالسجن يعني قضبان وصعبة جداً،
خصوصا لما بتفتح بوابات معبر رفح والناس ما بتقدرش تسافر وما بتقدر انه هي تطلع. يعني الناس اللي ما فكرت تسافر يمكن ما حست بهالشعور، لكن الناس اللي راحت على المعبر مره ومرتين ورجعت اكيد بتشعر قديش احنا في سجن كبير لما انت بتكون بدك تروح للعلاج او بدك تسافر تشوف عيلتك او انت بدك تروح عشان دراستك وما بتقدر. بتحس عن جد انه انت كيف حد موجود داخل صندوق وبده يفقد القدرة او السيطرة على نفسه لانه مش قادر انه يفتح الباب ويطلع ويشوف العالم. من صفحة هنادي نصر الله، وتقول: يبيع شعر البنات وينتجه بيديه، وهو خريج قسم تربية رياضيات، يبيعه ليوفر لقمة إفطار في رمضان وأجرة بيته، هو متزوج ولديه طفلين. من صفحة توفيق: أبو شومر هم يحتفلون بتوحيد توحيد القدس ونحن نبكي باغتصاب القدس. طبعا قبل أو بالأمس قبل 3 أيام، 5 يونيو، مسيرة الأعلام ترفع في تمام الساعة 4:30. ألاف المتعصبين اليهود يحملون أعلام إسرائيل، يسيرون من وسط مدينة القدس إلى بوابة دمشق، يمرون بالحي الإسلامي إلى جبل الهيكل، وهم يرقصون في ذكرى توحيد القدس بعد مرور 49 عام على احتلال القدس. احتلال القدس طبعا في 5 يونيو من العام 67، هذا التاريخ المفرح بالنسبة لليهود والتاريخ الحزين، تاريخ كله شؤم للفلسطينيين وللعرب، نكسة 67 واحتلال القدس. من صفحة سلافة حجاوي تعقب على حديث عريقات أن فلسطين شطبت عن خرائط المنطقة بقرار دولي ولن تعود إلا بقرار دولي. سلافة حجاوي الكاتبة والمفكرة تقول: بيان باريس لا يوحي بصحة ما يقول صائب عريقات عن مؤتمر باريس. صفحة أحمد الكومي: أبلغ القاضي أطراف القضية بالحضور في تاريخ 6/6 الذي صادف أول أمس للتقاضي في شجار، حدث قبل 4 شهور تقريبا. تواجد الجميع في الموعد لكنهم تفاجؤوا أثناء انتظار عرضهم على القاضي بأنه صدر بحقهم حكم غيابي بدعوى أنه القاضي مستعجل. كانت الأحكام الصادرة على النحو التالي: 100 شيكل غرامة يدفعها المعتدي، 300 شيكل يدفعها المعتدى عليه، 400 شيكل غرامة يدفعها مانع النشر الفزيع. طبعا على ذمة أحمد الكومي يقال أنه ذلك حدث في محكمة غزة أول أمس. ورمضان كريم. على صفحة علاء أبو شويش: لا يستطيع أحد إرجاع الزمن إلى الخلف وبدء حياة جديدة، ولكنه يستطيع الآن أن يضع بداية جديدة ليسطر نهاية جديدة. المقولة الجميلة جدا لغسان كنفاني. صفحة علاء مشهراوي: 3 طالبات برفح يبتكرن مصباحا حساسا للصوت لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة. ومن صفحة محمود جودة: يحشر المرء مع من يحب. قديش هالحديث في طمأنينة وراحة لقلوب تعبانة من الشوق والانتظار، وبتموت كل يوم من قلة الحيلة وضعف الحال والحجة، ولسان حالها يردد: إن عز في الدنيا اللقاء بكم، في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا، سلام على الراحلين البعيدين. أكيد موضوعات عديدة على صفحاتكم، لكن بنحاول قدر الإمكان نأخذ الأكثر يعني حديثا حول الموضوعات المهمة، مثل الموضوع اللي على صفحة الصحفي إياد الدريملي تحت عنوان: يستحق الانتباه والاهتمام من البلديات والجهات المعنية لأخذ التدابير اللازمة وإصدار تعليمات للجمهور فيما لو تعرضت شواطئ ومصطفين قطاع غزة لقدوم مثل هذه الأنواع من القناديل، وخاصة بعد استخلاص العبر بعدم انصياع البعض لتعليمات وإرشادات الجهات المختصة
أماكن وساعات النزول للبحر ووقوع عدة حوادث غرق بين المصطفين. الجديد أن وسائل إعلام إسرائيلية بدأت تحذر من قدوم جيل من قناديل البحر، وصفتها بالخطيرة. غزت سواحلها على البحر المتوسط قادمة من قناة السويس وتسببت في مشاكل كبيرة، وليس بسهولة صدها بأفضل الوسائل المتطورة، وهي ظاهرة أذهلت الأطباء منذ العام الماضي. وإحنا نازلين البحر، يعني نازلين البحر حتى لو في قناديل، أكيد هذا لسان حال الشعب. يعني إذا في إسرائيل أو في أراضينا المحتلة القناديل واصلة ومش قادرين في المحتل مش قادرين أنهم يسيطروا على وجود القناديل حتى بالوسائل المتطورة، فإحنا بغزة شو بدنا نعمل؟ بالضبط كالتالي، هيطلعوا في الأجهزة المختصة ويقولوا لك أنه ممنوع السباحة في البحر لأنه البحر فيه قناديل ومش عارف شو، ورح يحطوا اليافطات هاي الكبيرة ويكتبوا عليها ممنوع السباحة، والإشارات الحمراء رح تتعلق، والمنقذ رح ينبح صوته ويمكن يغمى عليه بسبب الحر، وهو يقول للناس ممنوع السباحة لأنه فيه قناديل، بس والله لو قلت لهم في سمك قرش رح ينزله، لأنه من الآخر ما فيش متنفس للناس في غزة إلا البحر. بس أنا متأكدة برضو أنه أجهزتنا في الدولة رح تستطيع وتنجح في السيطرة على الوضع، وأجهزتنا رح تطلع وتقول نحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد والجهوزية لمواجهة هذه القناديل. أكيد يعني الكلام كثير جدا، لكن شهر رمضان شهر مبارك، إن شاء الله يكون شهر الخير علينا وعليكم، شهر المحبة، شهر التسامح، شهر الخير، شهر صلة الأرحام. أمانة لما تنعزموا على عزومة ما تروحوا وأنتم بوزين، وما تروحوا وأنتم زعلانين، وما تروحوا لأنه أنتم مش جاي على بالكم تروحوا تفطروا عند الناس، روحوا افطروا بصدر رحب عشان أنتم مش مضطرين تروحوا، عشان أنتم مضطرين وعشان أنتم معزومين، وعشان لو ما رحتوا شو الناس بدها تحكي لما قبلوا العزومة. فرايحين فروحوا وأنتم مبتسمين واكسبوا أجر صلة الرحم. كمان لما يجوا ناس يزوروكوا في شهر رمضان استقبلوهم بابتسامة حلوة، لأنه هيك إجوا يزوروكوا وهيك دخلوا بيتكوا، فخليهم يطلعوا مخدين عنكوا انطباع حلو، وأنه أنتوا ناس بشوشين، وأنه أنتوا ناس استقبلتوهم بشكل جميل جدا، حتى لو أنتوا بين قوسين مش طايقينهم أو زعلانين منهم أو إلى آخره. حاولوا أنه تصفوا الأمور من الداخل، تصفوا نفوسكوا وتتسامحوا بشهر رمضان الكريم، وإذا ما قدرتوا برضو استقبلوهم بوجه حسن وخلوا الانطباع عندهم انطباع إيجابي، لعل وعسى يعني خلينا نحكي الغمامة اللي بين القلوب تروح مع المعاملة، لأنه هيك دخلين بيتك وهيك زايرينك وهيك موجودين، فخليهم يطلعوا عنكم بالكلمة المنيحة والحلوة أحسن ما يطلعوا يقولوا الناس كانوا مكشرين بوشنا. الله يخليكم وانتم ماشيين بالشارع لما يلحقكم ولد صغير بعلبة بسكوت أو علكة ويضلوا يلح عليكم، أمانة يا عمو تاخد، أمانة يا خالته تاخدوا، أمانة عليكم ما تكسفوهم، لأنه الشكل مش رح يكسركم، بس يمكن هذا يروح فيه طبق فول ولا حمص ولا فلافل ولا بشكل خبز لأخواته الصغار، فأعطوهم. هيك الولد حيضل ماشي وراك بالشارع، وهيك البنت حتضلها تلح عليك وهي واقفة عند إزاز السيارة، فبدل ما تعطيها وانت متنفتر فيها عشان خايف الناس يقولوا عنك بخيل ومش راضي تتصدق برمضان، هيك انت دفعهم طلعهم من قلبك عشان الخير يعم وتوصلك فايدة الصدقة بالشهر الفضيل. أما الناس اللي صايمة في شهر رمضان وخصوصاً اللي بتدخن، فأرجوكم ما تحملوا العالم جميلة، إنه أنتوا صايمين واكسبوا إنكوا صايمين بنية هيك حلوة، يعني حابين تصوموا، بلكي بهالشهر الفضيل بتقللوا من شرب السجاير وبتبطلوا من هالعادة السيئة، وبيكون هيك أنتوا ضربتوا عصفورين بحجر، منه أنه صمتوا وكسبتوا رضا ربنا، ومنه أنه أنتوا بطلتوا السجاير. بس عن جد ما تحملوش الناس جميلة، بالذات الرجال المدخنين اللي المفروض بيصحى من النوم الصبح ممنوع ولا نفس حواليه في البيت، ليش؟ عشان هو صايم. أما بقية البيت اللي صايم هدول مش مشكلة.
لمجموعتنا على الصفحة. علي في معنا وقت نقرأ من الصفحة ولا كيف؟ عشان بيزعلوا منا سريعا. سهام أبو دغيم كتبت على الصفحة الخاصة بالبرنامج: صباحكم نور وقرآن، صباحكم بر وإيمان، صباحكم معطر بذكر الرحمن وقلبكم منعم بشكر الله الكريم المنان. ابدأ يومك بمن تحب يكن يومك مثل ما تحب. اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. ورمضان كريم. وائل أبو عمشة، شكرا كثير لمشاركتك، موضوعك طويل، إذا بتسمح لي بخليه للحلقة الجاية لأنه رح ياخد مني وقت في القراءة. ودائما أنا بحكي لما تكتبون على الصفحة أنا برحب بكل كتاباتكم، ولكن حاولوا أنه تكون الكتابات مختصرة عشان نستطيع القراءة. محمود فياض يكتب: يغار الرجل لأنه يعرف خبث الرجال وتغار المرأة لأنها تعرف كيد النساء. والله عندك حق. كمان محمود كتب لنا: هنيئا لقوم يلجؤون للقرآن لتعديل مزاجهم. شكرا سهام على كل القصص الجميلة على الصفحة الخاصة بالبرنامج. أنا بعتذر طبعا الوقت ما بيسعفنا. الكل، كل اللي بيسمعونا، ابحثوا عبر فيسبوك على برنامج facebook.radio/hananabudghaim. اطلبوا الانضمام للمجموعة مباشرة، رح نقبل الطلب، كلكم مرحب فيكم، ومباشرة بيحق لكم الكتابة على الصفحة. اكتبوا ما تشاؤون. دائما عندي ثلاث شروط: ألا تتجاوزوا حدود الدين أو الأدب في الكتابات، تكون كتاباتكم مختصرة، وما تتعدى البوست أو اثنين حتى نستطيع القراءة لكل من يكتبون. بيك بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لهالأسبوع من فيسبوك دوت راديو، الحلقة الأولى في شهر رمضان المبارك، وتقريبا إحنا صرنا معكم للسنة السادسة على التوالي في برنامج فيسبوك دوت راديو. يمكن هو البرنامج الأطول في تاريخ إذاعاتنا، ولكن لأنه صدقا كل مرة بنحاول أنه نحكي أنه بدنا نوقف هالبرنامج، اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا ومتابعتكم للبرنامج بتخلينا نكمل، لأنه كمان الفيسبوك عالم متجدد بتجدد الحياة. أكيد الحياة مش متجددة كتير بغزة، ولكن بتجدد القضايا المطروحة وهموم الناس. فيسبوك دوت راديو صوت الناس عبر الفيسبوك، أكيد بنقرأ من كتاباتكم عبر الفيسبوك، ما بنتحيز لا لرأي ولا لحزب ولا لفكر، ولكن نقف دائما إلى صف المواطن في همومه اليومية. في الختام أطيب التحيات من علي سالم، رافقني من الهندسة الإذاعية، وتحياتي أنا من الإعداد والتقديم حنان أبو دغيم. إلى اللقاء.